التي حكينا عن المباراة وعن التوقعات، بس كنا تحت الهواء عم نحكي أنا وأبو عوف، إذا بتحطنا إلي إحنا ثلاثة، أنا وأبو عوف وعيسى، إنه السومة شفناه قاعد على المدرجة، فأبو عوف له رأيه، شو رأيك أبو عوف؟ رأيي إذا كان سومة مصاب مش جاهز يبتدي به، وإذا انصاب لا سمح الله يطلع، أما ينزل في الشوط الثاني وهو مصاب وينصاب بعد 5 أو 10 دقائق والمدرب يخسر تغييرين ما اتفق على هالرأي. عيسى شو النظرية تبعك؟ لا أنا أتفق أنه هو عدم مشاركته في الشوط الأول في نظرا للإصابة، حتى مع منتخب بلاده لم يشارك إلا هو نظير للإصابة، ولكن في العادة أنا وجهة نظري أنه لو احتاج في الشوط الثاني قد يشركه، ولكن في نتيجة المباراة الشوط الأول غيرت كل هذه المعادلة، وأنا أعتقد في الأهلي القرار ليس للمدرب. طيب. خاصة عندما يكون مساعد مدرب الناشئين. طيب. مع أنه هذا الحكي مو هذا الحكي، إحنا قاعدين فكرناك حتحكي على الهواء، طلعت ما حكيت شيء، اللي حكيته تحت الهواء يا ريتك حكيته على الهواء. أنا اللي قلت لك إياه، لا يستطيع المدرب مساعد مدرب الناشئين أن تكون لديه الجرأة أن يضع السومة في مقعد الاحتياط إلا إذا كان اللاعب طلب ذلك. منو قال؟ آه، طيب.